اول 4 حلقات من مسلسل سفاح الجيزة نزلوا وكده نكون وصلنا لنص المسلسل. وطبعا في ناس عجبها المسلسل وناس شايفه انه مش قد التوقعات، وسمعنا كلام كتير وخصوصا على اداء احمد فهمي. كل التفاصيل دي هنتكلم عنها في فيديو النهارده، بس قبل ما نبدا يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتدوس على جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. انا حسن حسام وده فيديو جديد من نجم شباك، ونجم شباك فيديو النهارده هو مسلسل سفاح الجيزه، بطوله الفنان احمد فهمي ومحفظ الالقاب ركين سعد وباسم سمره وصلاح عبد الله وحنان يوسف وجهان الشماشرجي، والمسلسل من اخراج هادي الباجوري وتاليف محمد صلاح العزب وستاري وحوار انجا ابو السعود. مبدئيا كده المسلسل مختلف جدا وجديد علينا هنا في مصر، ودي نقطه محدش يختلف عليها. والاجدد بقى ان احمد فهمي هو اللي يعمل دور قذافي، شخصيه معقده وكلها تفاصيل، ودي شخصيه اصلا بتبقى صعبه على ممثلين اتقل واجمد من احمد فهمي مليون مرة. بس هو اصلا اختيار هادي الباجوري لاحمد فهمي عشان يعمل الشخصيه دي كان اختيار صح ولا اختيار غلط؟ والله انا شايف انه على مستوى التسويق وبيع المسلسل فهو اختيار صح جدا، لان احمد فهمي اسم كويس وبيبيع في مصر وعلى مستوى الوطن العربي. ده غير ان الاختيار نفسه اصلا غريب، اللي هو نجيب ممثل كوميدي او ممثل معروف ان هو بيلعب نوعيه ادوار معينه فنخليه يعمل شخصيه غريبه عليه فالناس تستغرب وتبقى عايزه تعرف هو هيعملها ازاي. ودي طبعا طريقه ماشيه بقالها فتره وناجحه جدا، بس لو هنيجي نحسبها على المستوى الفني وان اللي بيلعب دور قذافي ده المفروض يبقى معلم عشان يعرف يوصل الشخصية اللي هو شايفها للجمهور، ويبقى اللاعب بيتفرج ده عارف الممثل زعلان ولا فرحان ولا متضايق ولا في ايه بالظبط، انما اللي احنا شفناه من احمد فهمي ده ما بيعبرش عن اي حاجه خالص. ودي نقطه مهمه جدا خلي بالكوا، لان المفروض الشخصيه دي هي اللي بتحرك الاحداث، وانا عارف ان المسلسل غموض بس على الاقل ابقى فاهمه ولو بنسبه. انا اللي جه في دماغي وانا بتفرج ان احمد فهمي وهو بيذاكر الشخصيه ما فهمش الشخصيه فبلم، فطلعت منه الشخصيه كده فقرر يكمل بيها باقي المسلسل، واعتمد ان باقي عناصر المسلسل هتشيله وهتعدي ودي واعتمد على ان باقي عناصر المسلسل هتشيله والمسلسل هيعدي، ودي نقطه تودي في داهيه وتخلي المسلسل كان ممكن يطلع منه بفكره احلى يبوظ. ينفع يرضيكوا؟ على فكره والله يا جماعه انا بحب احمد فهمي من جمهوره وبتفرج عليه من اول رجاله تعرف المستحيل لحد اخر فيلم نزل في السينما اللي هو مستر اكس. انا فاكر ان انا واصحابي خرجنا من السينما مبسوطين فشخ واتفقنا ان ده احسن فيلم كوميدي شفناه اخر كذا سنه. ده غير ان على المستوى الشخصي انا بحبه جدا ومفيش لقاء ما اتفرجتلوش عليه، سواء بقى كان مع اسعاد يونس ولا مع منى الشاذلي ولا مع اي ابن مين. وعلى المستوى الشخصي انا تقريبا مفيش لقاء احمد فهمي عمله ما اتفرجتش عليه، وطبعا يا جماعه انا لا بزوق في الكلام ولا بجامل، اظن مش هجامل بعد كل الكلام اللي انا قلته ده، ومع ذلك انا شايف ان المسلسل حلو جدا ونفس الحلقات اللي جايه اشوف تطور من احمد فهمي على مستوى التمثيل، واكيد طبعا نفس المسلسل ينجح لان دي حاجه هتشجع المنتجين ان هم يعملوا الافكار دي، والفتره اللي جايه هنشوف حاجات كتير جدا بره الصندوق. انا بقول رايي كواحد من الجمهور واظن ان انا مش مشخصنه مع احمد فهمي، وتقريبا احمد فهمي يحب يسمع الكلام اللي زي ده، لان انا ما اعتقدش ان اي حد ناجح او عاوز ينجح بيحب بيتقال له انت حلو وانت جميل على اي حاجه بيعملها الا طبعا حد واحد بس احنا كلنا عارفين. انا مش عاوز اطول عليكم، بس ما ينفعش نخلص الفيديو واحنا لسه ما اتكلمناش على المخرج هادي الباجوري، لانه بصراحه عامل شغل في المسلسل جبار، واحد من المخرجين اللي ببقى نفسي اشوف له اعمال اكتر من كده. هادي الباجوري يا جماعه اشتغل على كل عناصر المسلسل من اول الملابس والديكور والموسيقى التصويريه وتتر البدايه وتتر النهايه اللي معلق مع الناس وترند الفتره دي. ده غير بقى انه ما راحش ناحت اي فيلم ولا مسلسل لقاتل متسلسل وجايب علينا البيعه وخلاص، بس بصراحه المسلسل مصري جدا، وده راجع لان المسلسل متاخد من قصه حقيقيه، وده عامل مهم جدا ساعد المخرج هادي الباجوري بان الناس تقتنع باحداث المسلسل. اخر حاجه عايز اكلمكم فيها ان انا شفت تعليقات وكلام كتير جدا بيقول الحلقه الثالثه والرابعه كانوا اقل شويه من الحلقه الاولى والثانيه، وفي ناس قالت ان هي مش هتكمل المسلسل وكلام كتير من النوع ده. يا جماعه المسلسل كله 8 حلقات، 4 خلصوا وفضل 4، طب ما نستنى نشوف بقى الـ4 وبعدين نحكم في الاخر، وساعتها هنبقى كوننا فكره اكتر نعرف نتناقش فيها ونحكم على المسلسل اذا كان حلو ولا وحش. وطبعا هيبقى في فيديو بعد ما المسلسل يخلص هنتكلم فيه عن كل حاجه تخص المسلسل وهل فعلا طلع قد التوقعات ولا خايش منه، وعشان كده عايزكم تكتبوا لي في التعليقات رايكم في المسلسل لحد دلوقتي وخصوصا في اداء احمد فهمي. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، وطبعا تشتركوا في القناه وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده، وتعملوا شير للفيديو مع صحابكم اللي بيحبوا الافلام. سلام. صاحبات ما بين شفاف النادي.